أهلا بكم مجددا، معكم نورة السعاني. وفي هذا الفيديو بشكل سريع جدا سأتحدث عن هذا السؤال الذي طرحته بقناتي تقريبا منذ 5 ساعات من تسجيل هذا الفيديو، وأريد فقط التعقيب عليه. أتمنى أن يكون تعقيبي سريع جدا. موضوع الأغلى شيء في الموقع وتطبيق الهاتف، وكانت إجابات كالتالي. طبعا 81% من الناس لهذه اللحظة، أنا أتوقع أن يجيب أكثر من هذا، أجاب أن بيانات الموقع هو الجواب الصحيح. فهنالك أيضا خيارات أخرى مثل كود الموقع، سيرفر الموقع، آراء الناس حول الموقع. فإذا بداية، عندما رأيت أن هنالك بعض الأشخاص صوت لآراء الناس حول الموقع، يمكن أن تقول أنه معهم مثلا حق أو ربما يبرروا هذه الإجابة، لكنها للأسف غير إجابة، ليست إجابة صحيحة. فإذا بداية دعونا نتحدث عن كل إجابة من هذه الإجابات. بداية، بيانات الموقع. قاعدة بيانات الموقع هي أهم شيء بالموقع على الإطلاق، على الإطلاق. فأنت كمدير موقع أو كمبرمج حالي أو مبرمج مستقبلي، عليك أن تفكر بالحفاظ على البيانات، عليك أن تفكر أن البيانات أغلى ما تملك. أي شيء آخر مهم، مهم، أنا لا أقول أنه غير مهم، لكن الأهم هو البيانات. فإذا كل شيء أنت تعمل معه مهم، الأهم 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 قاعدة البيانات. فلا تفكر أبدا أن لا تتعامل بسهولة مع الموضوع. هذه هي الأولوية، أولوية قاعدة البيانات، والباقي يأتي بأولوية ثانية أو ثالثة أو رابعة، لكن الأولوية الأولى قاعدة البيانات. بمعنى آخر، عندما تتعامل مع موقع يجب أن تفكر كيف تحمي قاعدة البيانات، يجب أن تفكر كيف تأخذ نسخة احتياطية من قاعدة البيانات، كيف تنسخ البيانات. فإذا عليك أن تهتم بأمرين مهمين بالنسبة كمدير الموقع، يهتم بموضوعين. الأول إدارة الحفاظ على البيانات، الحفاظ على أمن البيانات، يعني الحفاظ على قاعدة البيانات، على حماية قاعدة البيانات. والموضوع الثاني هو أن يأخذ نسخة من قاعدة البيانات كي يحميها من الضياع. فإذا حصل أي شيء لقاعدة البيانات فأنت لديك نسخة، فلا يعني يكون لديك خطة نسخ احتياطي تشمل بشكل رئيسي قاعدة البيانات، وثم الأمور الأخرى ككود الموقع وغير ذلك، أو حالة السيرفر العامة، تريد أخذ نسخة من حالة السيرفر العامة، لا مشكلة، هذا كله شيء صحيح، لكن الأول رقم واحد هي قاعدة البيانات. فإذا هذا هو الجواب الصحيح. وأمثلة على ذلك مثلا اليوتيوب، نحن الآن على اليوتيوب، هنالك مليارات الفيديوهات على اليوتيوب. مثلا لو أنت أخذت كل هذه الفيديوهات ومسحتها من اليوتيوب، مسحتها من قاعدة بيانات اليوتيوب، ماذا يعني اليوتيوب لك؟ لا شيء. الجوجل فيه فيه قاعدة بيانات ضخمة تشمل آلاف، ليس آلاف، مليارات المواقع. قم بأخذ هذه المليارات المواقع واحذفها، احذف فهرستها من الجوجل. هل الجوجل سيبقى جوجل؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. فكل هذه المواقع الجوهر الخاص بها هي قاعدة البيانات. مثلا حتى موقع بسيط، أنا لا أريد أن أقول لك موقع كبير، موقع بسيط مثلا يمثل سوق محلي بسيط جدا، مثلا موقع يبيع ماذا؟ موقع يبيع الأدوية على سبيل المثال بشكل محلي، موقع لصيدلية على الإنترنت، لكن هذه الصيدلية تبيع الأدوية بشكل محلي، يعني لمنطقة معينة صغيرة، وهو ليس موقع كبير. ما هي قاعدة بيانات هذا الموقع؟ قاعدة البيانات تشمل الأدوية، منتجات الأدوية التي تؤمنها هذه الصيدلية. فلو ذهبت هذه المنتجات، هذه الأدوية ذهبت من قاعدة البيانات، ضاعت، هل ما زال الموقع موقع؟ لم يعد موقع، بل هيكل، بل هيكل لموقع يمكن أن يكون موقع لصيدلية في المستقبل. فقاعدة البيانات جدا مهمة، جدا 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 مهمة، يعني لا يمكنك أن تفكر ثانية بالموضوع، لا يمكن أن تقول لا، أن ربما لا، ربما بأي تفكير أنت فكرت، قاعدة البيانات يجب أن تكون رقم واحد، لا يوجد إجابة بعد ذلك رجاء. الآن الإجابات الأخرى، كود الموقع. كود الموقع كل شيء، طبعا بداية أنا قلت قاعدة البيانات يجب أن تهتم بها، هذا لا يعني أنك تلغي الاهتمام بالمواضيع الأخرى، أنت تهتم بالمواضيع الأخرى لكن قاعدة البيانات رقم واحد. فكود الموقع نعم يمكنك أن تقوم بأخذ نسخة احتياطية له، طبعا النسخة الاحتياطية عادة يعني يجب أن يكون موقعك موجود على، يعني إذا كنت مبرمج يجب أن ترفع موقعك على جيت هاب أو أي خدمة مماثلة، وبالتالي الكود الخاص بك سيكون يعني لديه نسخة معينة، و
يتم الإشراف عليه من خلال الجيت، يفترض ذلك، يفترض أن تقوم بذلك. أما إذا أردت مثلا أنت لا تعمل على جيت وتعتبر أن لا داعي لذلك، فيجب أن تأخذ نسخة من الموقع الخاصة بك، نسخة للكود، الكود فقط وليس البيانات. هذا موضوع الكود الموقع، هل هو مهم؟ هل هو أغلى ما يملك؟ هو مهم لكنه ليس أغلى ما يملكه الموقع. جيد. الموضوع الثالث هو سيرفر الموقع، هل سيرفر الموقع هو أغلى ما يملك الموقع؟ أغلى ماديا، ماديا، لكن حتى مع ماديا إذا أردت أن تفكر أيضا بالمادية فستجد أن بيانات الموقع أغلى. لماذا؟ لأن بيانات الموقع إذا كان موقعك مثلا له 5 سنوات أو 10 سنوات يعمل وأنت تدخل به بيانات، ففي هذا الموقع جهد مدته 10 سنوات، وقت مدته 10 سنوات، هل يمكنك استرجاع هذه 10 سنوات؟ هذه لديها ثمن. للأسف نحن هذه الأشياء لا نراها، هذا شيء أحيانا يزعجني جدا جدا، يزعجني لأن نحن لا نرى هذه الأشياء المعنوية وأهميتها، وهي فعليا هي نسميها معنويا لكن لها فائدة، لها قيمة مادية أيضا، لكن لا نراها، فقط نرى القيمة المادية بالمال الذي ندفعه. فإذا الوقت، الجهد هو شيء مادي، هو طاقة مادية نحن ندفعها في العمل الخاص بنا، فبالتالي بيانات الموقع حتى لو أردت النظر من الجهة المادية، نعم هي الأغلى. سيرفر الموقع إذا أردت أن تقول أنه أغلى من ناحية المال، أنك تدفع يعني من أجله، يعني ربما تفكر بهذه الطريقة، ربما أعطيك يعني أقول ربما، أقول جيد، يعني يمكن أن أقبل إجابتك، لكن الإجابة الأساسية ما زالت بيانات الموقع. جيد. فإذا سيرفر الموقع هو غالي من حيث القيمة المادية، إذا أردت أن أذهب وأشتري سيرفر سأدفع الكثير. جيد. أو إذا أردت أن أستأجر سيرفر سأدفع الكثير، لكن بالنهاية إذا لنفترض أن السيرفر تعطل، السيرفر تعطل، ماذا أفعل؟ أذهب وأشتري سيرفر آخر، أو أستأجر سيرفر آخر، أو أصلح السيرفر الخاص بي، فأدفع مثلا بعض من الدولارات أو بعض من المال وأصلح مشروعي. لكن إذا ذهبت بيانات الموقع التي أكتب بها منذ 10 سنوات، كيف أسترجعها؟ سؤال، كيف أجلبها؟ فبالتالي هنا ما زالت بيانات الموقع هي الأساس. والآن الإجابة رقم 4، آراء الناس حول الموقع. أنا أريد أن أتجادل مع الشخص الذي صوت لهذا الموضوع. فعليا آراء الناس حول الموقع لا تقدم ولا تؤخر من الناحية التقنية للموقع. فإذا الموقع يعمل، بياناته، قاعدة بياناته موجودة، الموقع محمي، كل شيء فيه يعمل، يحقق الفائدة التي يعني الوظيفة التي جاء من أجل هذا الموقع، انتهينا. أنت تشاهد اليوتيوب، تشاهد اليوتيوب مثلا، ما وظيفة اليوتيوب؟ أن يعرض لك الفيديوهات وتشاهد الفيديوهات. إذا أتم اليوتيوب هذه الوظيفة فممتاز، جيد جدا. آراء الناس حول الموقع هذا موضوع ليس تقني، هو موضوع تسويقي ليس تقني. أن مثلا أن هل أحبت الناس اليوتيوب مثلا أم لم تحب اليوتيوب؟ فإذا أحبت الناس اليوتيوب فيمكنها أن تستخدمها أكثر، فهذا يجعل هذا المشروع مستدام. لكن إذا لم تحب الناس اليوتيوب فلن يكون هذا المشروع مستدام. لكن من الناحية التقنية اليوتيوب يعمل، فموقع اليوتيوب حقق الفائدة المرجوة منه، فحقق الوظيفة المرجوة منه. فأراء الناس حول الموقع فعليا هذا موضوع يخص التسويق. إذا أنت تفكر بهذه الطريقة، يعني أنت تفكر، أنت أكثر تميل لناحية التسويق، تميل لناحية أن أريد يعني تسويق موقعي، فرأي الناس مهم. لكن لنفترض أن رأي الناس كان مهم جدا والناس أحبت هذا الموقع لكن الموقع لا يعمل، فكيف سيكون ذلك؟ فإذا الأساس هو البناء، دائما الأساس هو البناء، سواء كان الموقع، سواء للأسف نحن أفكارنا بكل شيء تنعكس على كل أعمالنا، فكرنا المادي الذي زرع فينا ينعكس على كل جوانب حياتنا. حتى عندما نفكر بالتقنية نفكر بالتسويق، نفكر بآراء الناس، نفكر للأسف، وهذا يجعلنا نميل عن الجوهر الحقيقي للأمور. إذا أردنا أن نبني بناء، فالبناء الأساسي هو أن البناء يكون لدينا بناء يحمينا ولا يقع فوق رؤوسنا ويعطينا الأمان، هذه هي وظيفة البناء. فإذا أردت أن أبني مثل هذا البناء فعلي أن يكون لدي ركائز قوية يتم بناء عليه هذا الشيء، صحيح؟
فنفس الموضوع بالنسبة لكل شيء، إذا أردت أن أبني موقع فآراء الناس هي آخر شيء أفكر به أنا كشخص تقني ليس كشخص مسوق، لأن لو كنت شخص مسوق يجب أن أفكر بالتسويق، يجب أن أفكر أن أذهب وأقبل الناس موقعي جميل، موقعي رائع، يجب أن تعجب بموقعي وأريد تحقيق فائدة مادية، هذا مهمة المسوق. لكن أنا كشخص تقني رأي الناس آخر ما يهمني، الذي يهمني هو أن أبني أساس قوي لهذا الموقع، أبني موقع، هذا الموقع بداية البيانات تكون فيه موجودة، أقوم بحماية قاعة البيانات، أقوم بالتفكير بالكوارث التي قد تحصل أثناء يعني عمل هذا الموقع. يعني على سبيل المثال الجوجل، أنا أعطيت المثال لجوجل وأعطيت المثال أعطيت المثال لليوتيوب وأيضا مثال جيت هاب المكان الذي يوجد فيه كل الأكواد، وأيضا مايكروسوفت، شركة مايكروسوفت والديتا التي لديها، كل هذه الشركات الكبيرة، أمازون، شركة أمازون، أي شركة كبيرة أنت تراها أمامك، كلكم تعرفون أن هذه الشركة تهتم كثير، هذه الشركات تهتم كثيرا بالبيانات لأنها أساس، لأنها يعني عنصر أساسي من هيكليتها هي البيانات، فحماية البيانات لديها أولوية، فبالتالي هي تقوم بماذا؟ تقوم بنسخ هذه البيانات في أكثر من مكان. يعني الجوجل قاعدة بياناته ليس فقط موجودة في أمريكا، موجودة في أكثر من مكان. ربما شاهدتم بالأخبار قبل فترة تحدثوا عن دفن البيانات بالمحيط للحفاظ عليها، دفنوها بكبسولات وشيء كهذا في المحيط للحفاظ عليها وأخذ نسخة منها في حالة، لأنهم يقولون ماذا لو حدث كارثة ما؟ ماذا لو حدث زلزال؟ ماذا لو حدث بركان على سبيل المثال؟ ماذا لو حصل انفجار كبير؟ حصل حريق وكل هذه البيانات بالسيرفرات اندثرت، كيف يمكننا استعادتها؟ هم يفكرون في آلية عندما تحصل الكارثة كيف يمكن أن نحمي البيانات، لأن البيانات هي أساس هيكلة هذه الشركات، هي أساس وجود هذه المواقع. فنحن عندما نبني الموقع علينا أن نفكر بنفس الآلية، ماذا لو حدثت الكارثة؟ جيد، ربما تقول لن تحدث كارثة، ربما تحدث كارثة، يمكن الشخص الذي أنت تعمل معه مثلا قام بحذف قاعدة البيانات عن طريق الخطأ، أو مثلا حذف شيء بقاعدة البيانات عن طريق الخطأ، قام بتنصيب شيء وحذفه مثلا لووردبريس على سبيل المثال، ووردبريس إذا قام الزبون مثلا بتحميل إضافة، هذه الإضافة تختص بإدارة قاعدة البيانات، وقام بحذف جداول من قاعدة البيانات، ماذا عليك أن تفعل؟ علي قاعدة البيانات يجب أن تكون موجودة لديك، قاعدة بيانات نسخة منها حتى تستطيع استرجاعها، أما تترك قاعدة البيانات هكذا معلقة بدون نسخ احتياطي بدون أمان أنت لست شخص تقني. جيد، فكشخص تريد البناء شيء ما فعليك أن تفكر بالأساس، الأساس فقط، رأي الناس حول ما تبنيه ليس مهم إلا إذا كنت شخص مسوق. مرة أخرى أنا لا أريد يعني أن يعني أتجاوز على يعني المهن الأخرى، فهنالك شخص مسوق يهتم بالتسويق، فعلا آراء الناس حول ما يقوم به مهم جدا، هذا هو أساس نجاح عمله، فبالتالي أنا لا أتجاوز على المسوقين أو على عملهم، فهذا شيء أساسي، آراء الناس حول الموقع. أما كشخص تقني يجب أن تفكر بطريقة تقنية، يجب أن تفكر بالحفاظ على الموقع يعمل من حيث الوظيفة، آراء الناس حول الموقع ليست من واجباتك، الواجبات الأساسية هي بناء الموقع بشكل أساسي، الحفاظ على بيانات هذا الموقع، الحفاظ على بيانات الموقع من الكارثة التي قد تحدث، وهذه الكارثة يمكن أن تتفاداها بشكل بسيط جدا عندما تأخذ نسخة احتياطية من الموقع وفقط. بالنسبة للنسخ الاحتياطي هذا موضوع ربما جانبي لكن متعلق بالموضوع، النسخ الاحتياطي يكون لقاعدة البيانات بشكل رئيسي، كود الموقع تنسخه بالدرجة الثانية، ويوجد نسخ احتياطي للسيرفر ككل. فإذا كنت أنت تأخذ، إذا كان هذا الموقع موجود على سيرفر، موجود على سيرفر يعني كلنا نستخدم، ليس لدينا سيرفرات بالبيوت يعني، فكلنا نقوم باستئجار السيرفرات عن طريق الإنترنت، ف
هنالك خدمات تقدمها شركات السيرفرات هو النسخ الاحتياطي للسيرفر ككل، فيمكن أن تأخذ هذه الخدمة مثلا حتى يتم نسخ إعدادات السيرفر كلها احتياطيا. فإذا وقعت الكارثة، بغض النظر ما هي الكارثة، إذا وقعت الكارثة فيمكن العودة لنقطة معينة، مثلا عودة لنقطة قبل أسبوع كيف كانت حالة الموقع أو حالة السيرفر، يمكن العودة لنقطة معينة. فموضوع النسخ الاحتياطي جدا 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 يعني موضوع مهم يجب أن تفكر به برقم واحد. طبعا أنا قلت أنا لا أريد التحدث كثيرا، لكن تحدثت لمدة 15 دقيقة، فعلي الانتهاء، علي إغلاق الفيديو الآن وإنهاءه، ولكن أحببت أن أخبركم حول هذا الموضوع وأؤكد لكم على موضوع أن أغلى ما يملك الموقع هو بياناته، هي قاعدة بياناته. أؤكد أغلى ما يملك الموقع هي قاعدة بياناته، اهتم بها كثيرا. الاهتمام يكون بالدرجة الأولى بأخذ نسخة احتياطية منها. فإذا شكرا لكم ونلتقي لاحقا، مع السلامة.